يا مساء الخير والورد والفل والياسمين عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، وحشتوني جدا 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 من الحلقه اللي فاتت للحلقه دي. الحقيقه النهارده جايبه لكم موضوع غريب جدا، بقى فيه لعنه جديده في المجتمع، لعنه اسمها لعنه الترند. الناس خلاص اتجنت لدرجه ان احنا شفنا امبارح شاب اسمه مصطفى. الشاب ده يوم فرح بنت جاب عربية وراح لها الفرح ومسك المايك وقعد يشهر بيها ويقول كلام فظيع جدا. يا سماح أنا كنت ماشي معاكي، يا سماح 4 سنين أنا أعرفك، أنا كنت بصرف عليكي، أنا خدتك الغردقة، أنا أنا أنا. وطبعا الناس استاءت جدا 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 من هذا الفيديو وسمع شتيمة رهيبة. تعالوا نشوف الفيديو. السلام عليكم، انا جاي اشاور يوم ما بقى متاثر معايا كده اهو ماشي بدون ذكر اسماء كده. سماح بنت الحاج شهاب اللي قاعده في الرابع النهارده جت بكتابها وكانت ماشيه معايا 4 سنين في الغردقه مصاريف ولبس ودباديه وحاجات بتطير، وقالت لي عايزه عربيه اهو بدون السنه اهي يا جدعان، وعربيه اهي يا جدعان، العربيه اهي اشهاد مش هسيبك يا سماح. قال لي يا جدعان يا راجل اهرب انت يا راجل اهرب. ايه يا ام سماح؟ ده كفايه روح بنتك يا ام سماح، كفايه روح بنتك. ابو مين؟ ابو مين يابا؟ بقول لك ايه؟ اتكل على الله يابا. سماح بنت الحاج شهاب بتشتغلني، خلتني اريال يا جدعان، يا عريس. انت اريال؟ هل انت اريال؟ سماح بنت سماح بنتك كانت ماشيه معايا قدام العريس. قدام العريس. سماح بنت قلبك روح مش هسيبك يا سماح. ايه عربية يا ست ايه؟ قلت لي بنت خالتي بتركب عربية ايه؟ بدون السنة ايه؟ بدفع لها انت 6000. بدفع لها دلوقتي يا راجل يهرب. يهرب انا ضربه وضربها يا ابن انت نايم. لا 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 بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ده انت بنتك ما بتستحماش ولا؟ واي حد هيجي انت بقى هيقول لكم الجواز هتقف. يا جدعان سيبوني يا جدعان انا تعبان يا جدعان. ساعة انت هتضرب وطلع سيبك انت تعبان. وين يا جدعان؟ شفنا طبعا فيديو مجنون سماح، شفنا الكلام البذيء اللي هو قاله، وشفنا الكلام اللي كله كلام فاضح لهذه الفتاة. الحقيقة السوشيال ميديا كلها والجمهور كله قد ايه تعاطفه مع سماح ومع والد سماح اللي فضحها هذا الشاب المتهور يوم فرحها. ده اللي وصل لنا كلنا، ان هو يوم فرحها بيفضحها سماح بنت الحاج شهاب، وقال عليها كلام مش كويس جدا، ريحتك وحشة، سبصرف عليكي، كلام مش حلو جدا. طبعا الاستاذ المحترم عمل امبارح ترند وبقى هو اللي راكب الترند وأثار مشاعر الجمهور، وحتى البنات قالوا هنبقى نحذر بعد كده ما فيش واحدة فينا هتكلم حد، وسمع شتيمة رهيبة من الجمهور اللي شاف هذا الفيديو. طبعا النائب العام والشرطة ما سكتتش على هذا الموضوع لأنه تشهير بسمعة بنت على مواقع التواصل الاجتماعي، فالنائب العام أمر بإحضار هذا الشاب وضبطه. أول ما عرف إن الموضوع دخل بقى فيه بوليس ودخل فيه كل الكلام ده، قال لا يا جماعة، إيه؟ أنا كنت بهزر، ده مشهد تمثيلي، ومفيش حد اسمه سماح، ومفيش أساساً حد اسمه الحاج شهاب، وطلع الحاج شهاب ده الحلاق بتاعه، وطلع يقول ده مشهد تمثيلي. طب أنت بتعمل كل الكلام ده ليه؟ عشان الشهرة؟ عشان تركب ترند؟ ولو مشهد تمثيلي، يبقى مشهد تمثيلي مسيء ومسف وبذيء. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بجد فعلا الناس جالها لعنه اسمها السوشيال ميديا،
ولعنه الترند، ولعنه ان انا مشهور واكون مشهور، اكون مشهور بحاجات مسيئه، اكون مشهور ان الناس تشتمني، اكون مشهور ان الناس يعني سوري في اللفظ تهزقني انا واهلي واهل اهلي عشان تبقى مشهور. انت فرحان كده؟ كده خلاص ركبت الترند؟ اعتقد ان احنا ما بقيناش عارفين احنا رايحين والطريقنا رايح لفين. لازم يكون هناك وقفة، لازم السوشيال ميديا نفهمها صح، ولازم موضوع الترند ده ربنا يرحمنا منه ويرحمنا من لعنة الترند. مشاهدينا الاعزاء، عندنا فقرات كتيرة جدا جدا، هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني علشان هنشوف مع بعض فقرات معانا بعد الفاصل ان شاء الله. معانا دكتور محمد هيكلمنا كلام مهم جدا لكل اب وكل ام، هنتكلم عن موضوع شائك جدا مهم لكل الاطفال، ومعانا طبعا فقره المطعم مع منى اللي حضراتكم متعودينها معانا وجايبين لكم فيها مفاجآت كتير. استنونا، كل ده هيكون بعد الفاصل.